تعرف شواطئ بومرداس ومنذ دخول موسم الحر إقبالا وتدفقا كبيرين للعائلة والمصطفين من كل ربوع الوطن، خاصة في موسم الاصطياف، وكذلك الباحثين عن الراحة والاستجمام والترفيه وقضاء أوقات ممتعة وسط المناظر الطبيعية والغابية التي تزاوج فيها لونها الأخضر باللون الأزرق للشواطئ. ومن بين أهم هذه الشواطئ الشاطئ المركزي، الشاطئ الغربي والشرقي، شاطئ قرصو الكرمة، شاطئ صغيرات وصولا إلى شاطئ رأس جنات وشاطئ لسانين شرق وغرب ديلس وغيرهم. ولعل ما يميز هذه الشواطئ هو تحسين مستوى الخدمات بها نتيجة عمليات تي التي بشرتها السلطات الولائية كتهيئة الشواطئ وتنظيفها وربطها بالإنارة العمومية وتوفير مرافق الراحة والأمن للمصطافين، إلى جانب فرض مجانية الشواطئ للمصطافين رغم بعض التجاوزات المسجلة في البعض منها. كل هذا وأكثر شجاعة على التوافد الهائل للعائلات خاصة من داخل وخارج الولاية لقضاء أوقات الراحة والهدوء في شواطئ بومرداس الساحرة.